بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا بينا على حبيب النبي، وتعالوا نتعلم درس جديد النهاردة بإذن الله تعالى. الدرس بتاع النهاردة هيكون من ضمن دروس كورس التفاضل، درس جديد اسمه التفاضل الضمني أو الاشتقاق الضمني، الاتنين نفس المعنى. أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه دالة ضمنية. دالة ضمنية هي دالة لا تعطي الواي بدلالة الاكس مباشرة. دالة لا تعطي الواي بدلالة الاكس مباشرة. الدالة الصريحة والدالة اللي احنا كنا بناخدها من قبل كده كان عبارة عن الواي بيساوي فانكشن فين؟ في الاكس، يعني الواي في ناحية والاكسات كلها في ناحية، تمام؟ أمال الدالة الضمنية ديت عبارة عن ايه؟ الدالة الضمنية ديت بتكون عبارة عن دالة فيها الواي والاكس مع بعض. ازاي الكلام دوت؟ اديني مثال عشان نفهم. عندي مثال مثلا الواي تربيع مثلا زائد اكس واي ناقص اكس تربيع بيساوي صفر، دي مثال. مثال تاني 3 واي تربيع زائد 2 اكس واي بيساوي 5 اكس. لاحظ كده اكس واي مع بعض في ترم واحد، اكس واي مع بعض في ترم واحد، دي في الدالة الضمنية فقط، تمام؟ اما الدالة الصريحة كان الاكس في ناحية والواي في ناحية، يعني هنا في الموضوع في صعوبه ان انا افصل الاكس عن الواي. فعشان كده دايما المطلوب هنا في التفاضل الضمني بيقول لك انا عايز مين؟ الواي داش في طرف لوحدها او الدي واي على الدي اكس، ما هما الاثنين نفس المعنى. دي بالنسبه لتعريف الداله الضمنيه. خطوات حل المساله، عايزين نعرف خطوات حل المساله، وهنحل ثلاث مسائل على السريع ان شاء الله. صلى على حبيب النبي الاول بس عليه افضل الصلاه والسلام. خطوات حل مسألة التفاضل الضمني، أول حاجة بفضل الطرفين، معايا معادلة زي كده فيها طرفين، هفضل إيه؟ الطرفين، تمام؟ مع ملحوظة أثناء التفاضل، لما أجي أفاضل لما يكون حاجة فيها واي، لما أول في ملحوظتين، لما يكون في إكس واي مع بعض دول بعتبرهم دالتين، هفضلهم بالقاعدة بتاعت حاصل ضرب دالتين، ده أول ملحوظة. الملحوظة التانية لما يكون مثلا ترم أو واي، لما أجي أفاضل الواي هنفترض مثلا بفاضل 3 ايه؟ 3 واي تربيع. لو هفاضلها في التفاضل الضمني بعملها ازاي؟ 3 2 في 3 ب 6 وانزل الايه؟ واطرح من اس 1، التفاضل العادي اللي احنا عارفينه. مع ملحوظه بسيطه بعد لما افاضل الواي بكتب جنبيها واي داش. كل تفاضل للواي بتكتب جنبه الواي داش. عشان الموضوع كله هيتو عايزين نجيب الواي داش في طرف لوحده في الاخر. هتبان اكتر في الامثله. رقم 2 الحاجة أو الترم اللي مش فيه واي داش هيروح الناحية التانية بعكس الإشارة. رقم 3 هجيب الواي داش عامل مشترك، هاخدها عامل مشترك. رقم 4 هجيب الواي داش في طرف لوحده، الواي داش هتساوي البعيد على القريب. الخطوات ممكن تحس إن هي صعبة، بس إيه أنا حبيت أحطها يعني خطوات كده إيه للي حابب يعني تذكار ليله، بس المسائل سهلة جدا. صلى على الحبيب النبي، وتعالوا نبدأ في المسائل. عندي مثالين زي ما أنتوا شايفين، ولسه في مثال تالت. هنبدأ بمثال رقم 2 علشان هو سهل. تعالوا نطبق الخطوات زي ما احنا قلنا. أول حاجة في الخطوات قلناها هي ايه؟ بفضل الطرفين. الواي تفاضلها بإيه؟ بواي داش. بيساوي 3 إكس تربيع تفاضلها إيه؟ بنزل الأس وهضربه في 3، يعني 2 في 3 بكام؟ بـ6. والإكس زي ما هي وأطرح من الأس 1، 2 ناقص 1 كام؟ 1، فمش هكتب الواحد. زائد 2 واي تربيع تفاضلها ايه؟ هنقل 2 في 2 ب4، والواي هتنزل زي ما هي 2 ناقص 1 ب1، مش هكتب الواحد، واكتب مين جنبيها؟ جنب الواي واي داش. اي تفاضل للواي بتكتب جنب واي داش، تمام؟ دي اول خطوه، فضلنا الطرفين. تاني خطوه الحاجه اللي مش فيها واي داش بتروح للناحيه التانيه بعكس الاشاره، او العكس. انا عايز اخلي كل اللي فيه ده واي داش في طرف لوحده، دي في واي داش ودي في واي داش، هودي الترم دي الناحية التانية بعكس الإشارة، تبقى واي داش ناقص 4 واي واي داش بيساوي مين؟ 6 اكس، تمام؟ هنا في واي داش وهنا في واي داش، أخد الواي داش عامل مشترك، الواي داش عامل مشترك، هيتبقى لي هنا إيه؟ 1، هيتبقى لي هنا إيه؟ ناقص 4 واي، أكفي القوس، بيساوي مين؟ 6 اكس. أجيب الواي داش في طرف إيه؟ لوحدة. الواي داش هتساوي مين؟ البعيد على القريب. من البعيد؟ اللي هو الناحية التانية، الترم التاني اللي بعد اللي يساوي
ست اكس على مين؟ الجليب اللي هو مين؟ واحد ناقص اربعة واي. دي المثال الاولين. مسألة تافهة جدا. طبق الخطوات هتلاقي المسألة ماشية معاك ايه زي ما انت ايه شايف. مهما كانت المسألة صعبة طول ما انت بتطبق الخطوات صح الدنيا هتكون لذيذة ان شاء الله. المثال التاني، مديني معادلة ما تخضش من شكل المعادلة، بطبق الخطوات زي ما احنا عارفين. اول حاجة بعمل ايه؟ بفاضل الطرفين x تربيع في y، دول ايه؟ حاصل ضرب دالتين. كنت بفاضل حاصل ضرب الدالتين ازاي لو تفتكر؟ الدالة الاولى في تفاضل الدالة التانية زائد الدالة التانية في تفاضل الدالة الاولى، تمام؟ عشان اللخبطة تعالوا نعملهم ايه؟ قوسين. الدالة الاولى اللي هي مين؟ x تربيع، في تفاضل التانية اللي هي المين؟ الواي، تفاضلها بايه؟ بواي داش، زائد الدالة التانية اللي هي الواي، التفاضل الأولى اللي هي مين؟ الإكس تربيع، تفاضلها بإيه؟ باتنين إكس، ماشي؟ دي بالنسبة للترم ده اللي هو جاب اللي يساوي. تعالى بس نرد في ناحية قبل ما نفاضل الترم التاني ده اللي بعد اللي يساوي، هتبقى إكس تربيع واي داش زائد اتنين واي، اتنين إكس واي، تمام؟ اتنين إكس واي. رتبتها بس بيساوي، تعالوا نفضل الترم الثاني 3y تربيع، تفاضلها بايه؟ 2 في 3 ب 6y، اعمل جنبها ايه؟ y داش زي ما احنا متعودين، ناقص سالب 2x تكعيب، تفاضلها بايه؟ 3 في 2 ب 6، الx هتنزل اطرح من الاس 1، 3 ناقص 2 ناقص 1 2، كده فضلت الطرفين. اعمل ايه؟ اجيب ال y داش في طرف لوحديها، ازاي؟ هنشوف دلوقتي. هودي 6 واي واي داش الناحية التانية بعكس الإشارة، والاتنين إكس واي ده هوديها الناحية التانية بعكس الإشارة، تمام؟ هتبقى إكس نعملها بلون مختلف، يعني دي هتروح الناحية التانية بعكس الإشارة، ودوت هيروح الناحية التانية بعكس الإشارة، هتبقى إكس تربيع واي داش، تمام؟ ده هيروح الناحية التانية بعكس الإشارة، تبقى سالب 6 واي واي داش بيساوي سالب اكس سالب 6 في اكس تربيع، ده هيجي الناحية التانية بعكس الإشارة، هتبقى سالب مين؟ 2 اكس واي، تمام؟ كده احنا ايه؟ خلينا الواي داش في ناحية لوحديها. بعد كده بنعمل ايه؟ بناخد الواي داش عامل المشترك، هيتبقى لي من هنا ايه؟ اكس تربيع ناقص مين؟ 6 واي، هيساوي مين؟ الترم ده سالب 6 اكس تربيع ناقص 2 اكس واي. اعمل ايه بعد كده؟ الواي داش بيساوي مين؟ البعيد عن القريب. الواي داش مين البعيد؟ الترم ده سالب 6 اكس تربيع ناقص 2 اكس واي على القريب اللي هو ده اكس تربيع ناقص 6 واي. دي الناتج بتاع المسألة. كلام في منتهى السهولة. المسألة ممكن تحس اللي هي صعبة أو طويلة، بس ما تتخضش، المسألة تافهة جدا جدا جدا. طبق الخطوات هتلاقي الدنيا ماشي. آخر مسألة فيها فكرة شوية، مش فكرة تفاضل ولكن هي فكرة رياضة بتاعت ابتدائي. المسألة دي زي ما انتم شايفينها، اللي يشوفها يقول مسألة صعبة، هتبدأ تفاضل على طول، هتتوه في النص. اكس على واي دالة كسرية بسط مقام، تفاضل الدالة الكسرية احنا عارفينه اتكلمنا عنه قبل كده، الدنيا هتكون مكلكعة خالص. عشان توصل في الاخر للواي داش الموضوع هيكون صعب جدا. فحل المسألة ديت احاول اتخلص من المقامات الاول، يعني عشان اتخلص من المقام دوت لازم اضرب المعادلة كل هيتها في مين؟ في واي. عشان اتخلص من المقام دوت لازم اضرب المعادلة كل هيتها في مين؟ في اكس. دلوقتي هنتخلص من المقام الاولاني اللي هو الواي، هضرب المعادلة كل هيتها في مين؟ في واي. بص يا سيدي، انا هعملها بالتفصيل عشان الناس اللي مستواهم ضعيف في الرياضه، اعذروني على الوقت بس هعملها بالتفصيل عشان الناس اللي مستواهم ضعيف في الرياضه. اول خطوه هتخلص من دوت، هضرب المعادلة كلها هيتها فين؟ في الواي. الطرفين لما اجي اعمل عمليه رياضيه لازم اضرب في الطرفين، ما ينفعش اضرب في طرف واحد، سواء كان ضرب او قسمه او جمع او طرح. اكس في واي على واي ناقص 4 واي في واي على اكس بيساوي 3 في واي. الواي هتطير مع الواي، هتبقى لي من هنا الاكس
ناقص 4 واي في واي بواي ايه؟ واي تربيع. 4 واي تربيع على اكس بيساوي مين؟ 3 واي. عايز اتخلص من الاكس، هضرب المعادله كلها هيتا في مين؟ في الاكس بتاع المقام ده. تبقى اكس في اكس تمام ناقص 4 واي تربيع اكس على اكس بيساوي 3 واي اكس. اكس في اكس باكس تربيع ناقص الاكس ده هترمى على الاكس ده، هيبقى جالي 4 واي، اسف هعملها هنا اهي. تبقى اكس تربيع ناقص 4 واي تربيع بيساوي مين؟ 3 اكس واي. هي دي المعادله اللي انا هجيب لها التفاضل الضمني الواي داش. هتطبق نفس الخطوات، هيطلع لك نفس الايه؟ نفس النواتج اللي فاتت، يعني نفس الخطوات اللي فاتت هتحصل على الناتج. يعني صعوبة المسألة كلها اللي انا اوصل لده، دي كلها تلعب رياضة بتاع ابتدائي. تعالوا نحلها تفاضل ضمني بقى. هكتبها هنا الأول، اكس تربيع ناقص 4y تربيع بيساوي 3xy. طبق يا معلم القواعد بتاعتك، التفاضل الطرفية. الاكس تربيع تفاضلها بإيه؟ بـ2x. 4y تربيع 2 في 4 بـ 8. الواي هتنزل زي ما هي 2 ناقص 1 بـ1. واي داش، ما تنساش تكتب الواي داش. بيساوي 3xy. هتفضلها ازاي؟ حاصل ضرب دالتين. الدالة الأولى 3x، التفاضل الثانية اللي هي الواي تفاضلها بإيه؟ بواي داش، زائد الدالة الثانية اللي هي الواي في التفاضل الأولى اللي هي 3x تفاضلها بإيه؟ بـ3. تبقى 3 هنا، الواي داش روح في ناحية واللي مش في واي داش في ناحية. يعني ممكن نودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة، والتلاتة واي نوديها الناحية دي بعكس الإشارة. يعني 2x 3y زائد 3y هتروح الناحية التانية بسالب 3y بيساوي ده عندنا زمية 3x y داش، ده هتروح الناحية التانية بعكس الإشارة زائد 8 y y داش. كلام سهل جدا. تعالوا ناخد ال y داش هنا عامل مشترك، ده هتنزل زي ما هي الأول. y داش عامل مشترك، هيتبقى لي مين؟ 3x زائد 8 واي. الواي داش هتساوي مين؟ البعيد على القريب. خد بالك البعيد ان هون والقريب فين. الواي داش هتساوي مين؟ البعيد على القريب. فين البعيد؟ البعيد اللي هو عنها الطرف التاني اللي هو 2x ناقص 3 واي. القريب اللي هو ان هون اللي هو الترم ده 3x زائد 8 واي. دوت ناتج المسألة. المسألة سهلة مش صعبة. صعوبة المسألة كلها كان في لعب العيال بتاع الرياضة بتاع الابتدائي ده. تمام؟ دي بالنسبة للدرس بتاع النهاردة. أتمنى من الله عز وجل الدرس يكون واضح وسهل وبسيط، واعذرونا على الإطالة عشان حبيت أقول كل التفاصيل. آخر ملحوظة عايز أقولها، مفيش مشكلة لو إجا في الامتحان حط لي دالة مثلثية أو دالة أسية في الدالة الضمنية دي. عادي. بفضل عادي بطبق نفس الخطوات، أفضل الطرفين، أودي الواي داش في ناحية لوحدها، وبعد كده بقول له إيه؟ الواي داش بيساوي البعيد، أخد الواي داش عامل مشترك، وبعد كده الواي داش بيساوي البعيد على القريب. كلام في منتهى التفاهة. عشان في الامتحان لو جاب لك دالة ضمنية فيها دالة مثلثية فيها دالة أسية ما تستغربش، الكلام دوت عادي جدا جدا جدا، بتطبق نفس الخطوات. دي بالنسبة للدرس بتاع النهاردة. لو كان في توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، ولو لو كان في تقصير فمني انا شخصيا، واعذروني فانا انسان. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم المهندس محمد عبد البري اسماعيل من قناه MBI، ولقاء في دروس اخرى باذن الله تعالى.